لنعرف أكثر عن هذه الفكرة الرائدة مع صاحبة الفكرة وصانعة الشوكولاتة هي محمد. أهلا وسهلا فيكي في صباح بلقيس. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. وصباحك سعادة وما شاء الله، يعني شوكولاتة مليان شوكولاتة ومنتجات كثيرة. طبعا أنت كنتي معنا ضيفة في صباح بلقيس في أحد الحلقات وتكلمنا عن مشروعك الناجح، مشروع الشوكولاتة البلجيكية. واليوم هيام ما شاء الله أنت يعني انطلقتي في مشروعك وصار اليوم معك متجر يضم مجموعة من المنتجات اليمنية. فعلاً. فممكن تقولي لنا كيف جاءت الفكرة وليش يعني قررتي أنك تجمعي هذه المنتجات كلها في محل واحد؟ تمام. أولاً فكرة المحل بدأت من حلم صغير داخلي، هو أن يكون عندي متجر للشوكولاتة، ولكني كإنسانة عانيت في هذا الموضوع. كنت أتمنى أنه يكون منتجي داخل أحد المتاجر الكبيرة المعروفة. كنا نواجه طبعاً بهذه الأشياء صعوبات. ففكرت أنه الشوكولاتة هي الكونسبت الأساسي، ولكن تجمع عدد من المبدعات الفنانات سواء من اليمن أو غير اليمن، ونكون أسرة واحدة داخل محل واحد يقدم الأشياء بإبداع بإتقان بنظافة. يعني ما شاء الله، يعني 12 مشروع. 12 مشروع. ممكن تحكي لنا عن هذه ال 12 مشروع؟ ها ما شاء الله. إيه الحمد لله. طبعاً الشوكولاتة بلجيكية صنعها بيدي معملي داخل المحل، إلى جانب 12 متجر داخل المتجر الأساسي. أيوة. عندنا متجر كيان، كونسبت يمني جداً رائع، تصاميم مميزة للهوية اليمنية، من شنط، من دفاتر، من كروت، من بروشات. واللي اللي هي هذه؟ هذه البروشات مثلا تمثل الهوية اليمنية، وعندنا هناك بن وقهوة، حتى أساميها جميلة يعني. وعندنا كمان مثل هذه المباخر صنعت باليد لفتاة الآن. هذا المشروع الثاني الآن. أي متجر يعني احنا نتكلم. أيوة. في متجر كيان، المتجر الثاني اسمه فرفشات. تمام. لسيدة سورية تعمل الأشياء بيدها، زي المبخرة هذه عملتها بيدها ما شاء الله، وحطينا عليه لوجو المحل. وعندها كمان أشياء كثيرة يعني. ثالث متجر عندنا كيان، ميراج، طبعا اسم معروف كمان للبخور للعطور العربية، وهي كانت ضيفة عندنا كمان في صباح بلقيس. ما شاء الله يعني منتجاتها رائعة الحمد لله. عندنا كمان الكونسبت اللي هو آدم سفرسي، برضه عائلة سورية تعمل المنتجات المالح والحلو بطريقة الميني، وأشياء يعني فاخرة صراحة، واسم معروف داخل تركيا. وعندنا كيكة العسل الروسية لسيدة مغربية مشهورة فيها هنا، وحبينا أن احنا نكون متميزين بهذه الكيكة قطع قطع، يعني نفس الشيء مش كيكة كبيرة، يعني أي واحد حابب أنه ياخذ قطعة للمغربية يقدر ياخدها، مش لازم انت تاخذ الكيكة كاملة. عندنا كمان المتجر الكوكيز اللي هو هذا ما شاء الله، هذا جوجو يعني جوجو جميلة. ايوه جوجو، محل جوجو تركيا، عندهم فرع في الامارات وفرعهم الاول معانا داخل متجرنا. عندنا اتولي شهد الفنانة عراقية تعمل الخشبيات بيدها، طبعا هذه المضيفة نقدر نحط عليها احنا شوكولاتة، نقدر يعني نستخدمها في ضيافة الشاي. ما شاء الله، يعني في إتقان جميل في الرسمات. فعلاً. يعني كأنه شغل مصانع حقيقة. الحمد ما شاء الله. كل الناس اللي عندنا مبدعات، وعندنا كمان سيدة يمنية تعمل كيكة التمر اليمنية بطريقة حلوة، وبنفس الشيء يعني قطع صغيرة، وحاطة كمان معنا كوكيز الشوفان وقطع الكيكة الصغيرة، يعني حابين نتميز بالأشياء الصغيرة اللي أي واحد يقدر ياخدها الصباح مع قهوته العصرية، لمة عيلة، لمة صحبات. ما شاء الله. طيب المشاريع هذه أنت لما اخترتيها إيش كان المعيار وإيش الهدف أنه تضمي هذه المشاريع؟ هل في خطط أنتم حابين تقدموها أو طريقة منتجات أو تخلقوا مثلا أفكار جديدة مبتكرة لهذا المتجر؟ طبعا اكيد. عفوا بس نسيت كمان عندنا شاب طبعًا. يمني يعمل طبعًا. العصير اليمني المحبوب اللي هو حليب المانجا، المانجا مع الحليب، هذا العصير المحبوب في اليمن حقيقي. بالضبط. صحيح. قدمناه كلهم يعني مستغربين، ولكن امس الحمد لله استساغوا. بالنسبه للمحل وان احنا نكون اسره واحده صح السؤال كان كذا؟ صحيح صحيح. أيوة. فاحنا حابين نقدم انه كل شيء تدخلي للمحل
تقدري تاخذي كل شيء في نفس الوقت، نضم المتاجر مع بعضها ونساعدهم ويساعدونا. فعلا، واحيانا يكون في صعوبه في لما حد يجي يشتري مثلا هديه، فكره المتجر انه يضم كل هذه الهدايا او هذه الاشياء في محل واحد، ممكن حد يعني ياخذها بشكل باكج كامل. هل فعلاً انتم ممكن توفروا مثل هذه الاشياء، انه مثلا اعياد، مثل بعض المناسبات، عيد الام، عيد الحب، وكثير من المناسبات اللي ممكن حد يستفيد منها في ارسال هدايا لمن طبعا يحبوهم. اكيد، يعني هذا دورنا في مع المتاجر اللي احنا محتويينها، ان احنا دائما ندمج الشوكولاته مع الهدايا، كمثلا عطور نشوف ايش المناسب لها من المتاجر الاخرى اللي عندنا زي ميراج زي كيان، نشوف ايش المناسب لهم ونحطه في باكيج يقدر اي واحد يجي ياخذها هدايا. ايوه، سواء معاها الشوكولاته ولا مش معاها الشوكولاته، لكن نحاول ان احنا نعمل الباكيجات كامله علشان اللي يدخل ما يتوه. جميل جدا، خصوصا في المناسبات زي عيد الأم، زي يوم الحب، زي عيد الميلاد، أكثر من مناسبة نقدر نعمل لهم باكيجات. فعلا طبعاً، الواحد أحيانا بيحتار في هكذا مناسبات، وأنتوا سهلتوا على الزباين أنهم يختاروا الباكج بشكل سهل. طيب، حتى للأفراح يعني فعلا كمان. وهذا شيء مهم بالنسبة لتغطية المناسبات، ما أن أنت ذكرتي الأفراح، هل ممكن المتجر يغطي بعض المناسبات مثل الخطوبة، الأعراس؟ هل ممكن يعني توفروا توزيعات، توفروا أشياء لهذه المناسبات الكبيرة؟ طبعا أكيد نقدر نوفر الأشياء كثير، لأنه عندنا كمان فتاة يمنية تعمل ميني سينابون بطريقة أيوة محترفة جدا وجميلة. هذه تغلف بالقطعة وتكون يعني حاجة جديدة في توزيعات الأفراح والمناسبات، إلى جانب الشوكولاتة يعني. أي بالضبط، إلى جانب الشوكولاتة، إلى جانب الكيكات الصغيرة برضو داخل علب بلاستيك بطريقة حلوة كهدايا زي المباخر. جميل جدا. طيب، تسويق المنتجات هذه يعني يحتاج أفكار، أنتم كيف بتسوقوا الآن لمنتجاتكم عشان توصلوا لأكبر شريحة ممكنة؟ طبعا هذا يعني نعتبره مش هم، ولكن مسؤولية كبيرة علي أيوة وعلى المتجر، وإحنا وعدناهم وتوعدنا كلنا كأسرة واحدة أن إحنا نسوق لبعض. هذه الفكرة الرئيسية، أن إحنا نسوق لبعض، بمعنى أنه كل يوم طبعا السوشيال ميديا رقم واحد، فإحنا كل يوم ننزل المنتجات بتصويرنا بالسوشيال ميديا ونعمل لبعض المنشنات، كلنا إحنا نساعد بعض، إلى جانب مشاهير السوشيال ميديا دعمهم قوي. طبعا أكبر داعم لنا قناتكم، قناة بلقيس، يعني فعلا أمس فاجأتونا بالتقرير الجميل اللي عملتوه. إحنا ندعم يعني هذه المشاريع اللي فعلا تبرز الهوية اليمنية بطريقة أو بأخرى، وكمان المشاريع العربية، إنه تحسي كأنه في تلاحم جميل فعلاً بين أوساط السيدات. وفعلا هذا اللي حسيناه في المتجر، كلنا يعني أفراد، كلنا أخوات، كلنا حاسي، كل واحدة فيهم حاسة إنه المتجر ده بيتها الثاني. طيب، الشيء اللي يخليني أفكر الآن، إنه أنتوا لما قررتوا تجتمعوا مع بعض، ما تخافوا مثلا من التنافس؟ ما تخافوا إنه يمكن حد يكسب على حد مثلا؟ لأنه تلاحظي إنه السوق والتجارة وهذه المجال هي مجال تنافسي، أنتم كيف خلقتوا هذا التوازن فيما بينكم عشان يتفق كل هذه المتاجر إنها تكون في متجر واحد؟ طبعا بالنسبة لهذا الشيء، احنا عارفين انه في تنافس، وفي وفعلا يعني بعض الناس عجبتهم الفكرة وبدأوا يفكروا انهم يعملوها تاني مرة زينا، وهي فكرة غريبة داخل تركيا، ولكن متواجدة طبعا في البلدان العربية ومتعارفة عليها، بس احنا طورناها. أيوة، طورناها بطريقة انه لما تدخلي المكان يعني الحمد لله تقدري تاخدي كل شيء في نفس الوقت. لذلك احنا اخترنا انه كل متميزة، كل مبدعة هي واحدة فقط. يعني إذا أخذنا كيان فهم فقط، إذا أخذنا ميراج فهم فقط، داخل المحل إحنا تنافسنا يعني مع أيوة بعض، اللي هو كأنه منتج بخور واحد فقط حيكون بالضبط في المتجر. بالضبط، أيوة، منتج واحد فقط علشان يكون هو اللي نسوق له ونشتغل معه، لأنه من الصعب ان احنا أيوة من الصعب ان احنا نجيب اثنين وننافسهم في بعض داخل المتجر. فبهذه الطريقة كأنه أنتم خلقتوا حالة من القوة في هذه المتاجر أنها تبرز بشكل أفضل وتقدم منتجات أحسن. وكمان أنا تاركت لهم الخيار، يعني سبحان الله إذا هم حسوا أنهم انطلقوا وربنا فتح عليهم، وإن شاء الله يربي كل واحدة كلها متجر خاص لها على أرض الواقع، فإحنا ناخد فتيات وسيدات جداد ونعمل معهم نفس الشيء.
تحية لما اشوف متاجرنا كلها. شكرا والله على هذه الجهود اللي انتم تقدموها، وتحيه لكل سيدات الاعمال الموجودات في هذا المشروع. شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس، نتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم على الدعم المتكامل. نشوف فروع اكبر ان شاء الله. شكرا لكم.